يا عزيز غالي مع أوديت ما سيقوله الصحفي أشرف بالمدن في الفيديو. كاين شي حولي في السبليون ساوي 150 دولار ولا 180 دولار، طب ديال الحواله، طب ديال الحواله داير 1800 درهم حتى 2000 درهم هاد السنه. وما نحتاجش نقول لكم شكون هاد المستوردين حيت كاينين منهم ناس في البرلمان. انا اللي ضرني في خاطري هو الالتزامات اللي دارت الوزاره مع هاد الناس هذا. معاه وماشي معاه؟ معاه وماشي معاه. اشرح لي. سهله، عنده المعلومه كان خصو يعطينا السميات. لان اللي خداو الاستيراد ديال الاغنام هما خمسه. اذا فاش نعطي معلومه نعطي كل شيء ولا ما نعطي والو؟ إذا تبع المعلومة أنها صحيحة. ولكن نعطيها جيسكوبو كاملة. وربما عنده إكراهات، هو صحفي عاوتاني الموقع ديالو كصحفي عاوتاني كيحتم. لا أنا فاش هو قال لك كاينين برلمانيين إذا عنده السميات. أنا هادشي اللي التقط لأن هو قال لك برلماني، أنا عندي الأخبار اللي عندي شي خمسة ولكن ماشي مانيش أسماء. وخمسة من الجهة ديال الرباط قنيطرة الرباط. يعني قراب من هاد لازون هما اللي عندهم، ولكن فاش هو زاد هاد المعلومه ديال البرلماني اذا عنده كنعطي المعلومه كامله. انت ما عندكش الاسماء؟ لا كون عندي نقولها. تقولها ما عندكش مشكل. ما عنديش مشكل. خاصه الا كانوا رجال ديال السياسه ولا شخصيات عامه نقولها. اشخاص ما عنديش لاش غادي نقولها، ولكن كون كانت عندي نقولها ما عنديش مشكل. مع ولاده الغاء عيد الاضحى بسبب ارتفاع الاسعار وعدم يعني قدره المواطن البسيط انه لان هنا في عيد الاضحى عندي مشكله مع الحكومه. اللي هي؟ لان هي اللي ما قدراتش توفر، لان دابا عندنا هذه الحكومه كتهضر على المغرب الاخضر والجيل الاخضر وبزاف داكشي، ولينا البقر خصنا نجيبوها من البرازيل والارجنتين، الغنم نجيبوها من سبليون، القمح نجيبوه من اوكرانيا، واش غنديروا حنايا؟ هذا المشروع ككل هو اللي عندي فيه مشكله. هذا المغرب الاخضر اللي نهار اللي فكروا ولا تيقولوا غادي ننتجوا المواد اللي عندها ان فالور اجوتي كبيره، صافي اللي كتباع، ننتج الفريز، ننتج المجموعه ديال اللي كتباع وكننسى ديال البلاد. اذا في المساله ديال كان عيد الاضحى المواطن هي كل عصا، حيدتي عيد الاضحى الفلاح الصغير غيموت.